شو هي توقعات الفلك لمواليد الأسد لشهر أيلول سبتمبر؟ رح يرجع مارس تيعاكسك ابتداء من 10، فحاول انك تخلص كل أعمالك وكل شيء بدك اياه قبل هالتاريخ. راهن على الأيام العشرة الأولى وعلى كل الأصعدة إذا بتريد، لأنه بعد هالشي رح يرجع كوكب مارس يعاكسك من جديد ويوضع لك العصي بالدواليب. هالتشويش الفلكي يمكن يؤدي لإرهاق أعصابك يا عزيزي وخلق أوضاع محرجة جداً بشتى المجالات. لازم تصبر شوي حتى تنتهي العاصفة وما تهمل الأمن والسلام وما ترتجل بعض المواقف أو ترمي نفسك بمهب الريح. تنصحك الأفلاك إذا بالتروي والتنظيم وقبول الأوضاع إذا ما تجاوبوا الآخرين، خاصة مع أفكارك وطروحاتك. مهم انك تتصرف بطريقة ايجابية تجاه سوء تفاهم او خلاف او رفض بتواجهه. ما تترك ردات فعلك تجي عنيفة باي حال من الاحوال. بدك تمشي بهدوء وليوني وما تضغط رأس. بتشير الكواكب لاحتمالات الفشل ببعض المهمات او لمفاجآت مربكة ببعض الاحيان، وربما لخسارة مالية ومواجهة بعض الملفات الادارية الشائكة. بعتذر، سوري، هيدي هي الأفلاك، ما بقدر كذب عليك. على كل حال انت ما بتكذب عليك، او انت بتعرف مين عم بيتملقك ومين عم بيقول الحقيقة. كوكب مارس هو كوكب الحروب بذاته، وأورانيوس متعنت، هالشي بيخليك بموقعهم مستعد للقتال بسبب الطالع يلي بيشكلوه مع برجك، يعني مارس بمربع وأورانيوس كمان بالمواجهة او بمربع. كوكب الحب فينوس بيغمرك بإيجابياته على الصعيدين العاطفي والاجتماعي، كمان لتاريخ 9 بس، في لقاءات محفزة، علاقات حلوة رائعة، بس بتشعر بعدين بعد التراجع. بالأول في تواطؤ مع الحبيب، بعدين بيصير في تدهور للأحوال ودخول عنصر آخر على الخط. يمكن تنتهي على أنيشة أو تعرف خلاف وانفصال أو قطيعة أو مشاكل كبيرة أو ضمن العلاقة. مولود الأسد بيكره إعادة النظر، متطرف بحبه ومتطرف بخصامه حتى. الحبيب يمكن يخيب ظنك يا عزيزي، أو يمكن القصة العاطفية اللي عولت عليها الكتير تصيبك بخيبة أمل. يمكن تلتقي كمان بشخص حلمت فيه بس بتشوف انه اللقاء مش مثل ما توقعت، يعني اللي حلمت فيه ما بيشبه الواقع. كمان تختلط عليك امور، بتحتار بين خيارات عدة او بين الانجذاب الجسدي والعلاقة الروحية. بتنصحك الافلاك بالتروي، ما تشد الحبال، كون عم تسعى لمصالحة وتودد مع الاخر. اوقات بيكون الاخر ما معه حق ويكون الحق معك، بس النصيحة هي حتى لو كان هيك لازم شوية تساير وبتتودد وتلطف الأجواء، مش دايما بصير مثل ما بدنا للأسف.